باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كان سؤال وجه قبل شوي باشمهندس قالنا انه الضمير تربي قسم من الضمير المتطور ياتي من التربيه، ولكن الاشي الاساسي في تصرفات الانسان الضمير يحكم عليه بنسبه 100% من البشر. مثلا انسان يسرق، مين ما كان هذا الانسان خصوصا في الفتره الاولى قبل ما الضمير اما يخدر او ينام او يموت. مثلا تشرشل، وينستون تشرشل كان يقول ان ضميري عباره عن فتاه لطيفه اتفق معها دائما. يعني شو ما عملت ضميري بقول يسر. هذا معطيه اجازه زي بعض جماعه اللي بالك فيهم ابو جمال. اذا خلينا نرجع، في اشياء اساسيه. شو هي الاشياء الاساسيه؟ وهي الاشياء مثلا الكذب. انا ما مثلا ما عملتش الفرض، المعلم بيسالني وين الفرض، بقول له كنت مريض، وانا بعرف حالي اني ما كنتش مريض. بشعر بهالشيء ولا لا؟ بشعر. مع التربية، إذا عندنا التربية المسيحية، التربية المسيحية تزيد نحافة الضمير. عفوا نظاراتك للبعيد؟ لا مش للانحراف. نظاراتك للبعيد دكتور ولا للقريب؟ للبعيد. للبعيد، أعطيني نظاراتك عفوا. إذا بدنا نقول إنه الضمير خصوصا في شؤون القتل، الكذب، بعيد منكم الزنا، السرقة، أشياء واضحة ولا مش واضحة؟ واضحة. التربية المسيحية لسه بتساعدك تحط نظارات أكثر. يعني شوف قديش أنا شايفكم، لما أحط النظارات إيش بصير أشوف؟ بوضوح أكثر. بعتبر، شكرا، بعتبر إنه مش بس السرقة هي غلط، التفكير في السرقة والنية في السرقة. زي بعيد منكم بالنسبة للزنا، تذكر سؤال المسيح، سمعتم أنه قيل لا تزني، أما أنا فأقول لكم من نظر إلى امرأة لكي يشتهيها. نيه؟ والدليل، ما عندنا دليل اجتماعي، أصلحنا نبهة قوي، كل دول العالم تمنع السرقة، شهادة الزور، عينكم، الزنا، القتل. في دولة في العالم تسمح بالقتل؟ لا. لا، صح؟ هلأ نيجي، إذا حكينا التربية المسيحية تزيد الدقة في النظر، مش بس بصير ضميري يحاسبني لما اخذ 1000 دينار، ضميري بحاسبني لما اخذ دولار زياده. ولكن الباشمهندس تطرق الى موضوع خطير. شو الموضوع الخطير؟ قرأناه في طبعا عن الوصايا العشر. الوصايا العشر هي في الإنجيل المقدس مطلقة، فيش شواذ. يعني لا تقتل، يعني لا تقتل، فيش إنه إذا بترتكب الجريمة الفلانية يحق لأحد أن يقتلك، ما فيش. الشريعة المسيحية لا استثناءات، فيش استثناء إلا طبعا حالة الدفاع عن النفس، وحالة الدفاع عن النفس هي برضو تتميم للا تقتل.
ما بصيرش أنا أقتل الناس وما بصيرش إيش أسمح لهم يقتلوني. إذا لا تقتل هي أيضا إيش فيها؟ الدفاع عن النفس. وين المشكلة عند بعض الحاخامات؟ تتذكروا ديرخ ميلخ هذا تبعت الحاخام من يتسهر، من يتسهر هذا منطقة نابلس مستعمرة مستوطنة جنب نابلس، هذا قال يحق قتل العرب بما في أطفالهم. هنا شو اللي عمله؟ بدال ما يخلي وصية ربنا في صيغة المطلق كما وردت وين؟ سفر الخروج فصل 20، عملها نسبية. لا تقتل، ما تقتلش اليهودي بس اقتل العربي. أيضا في عقلية العهد القديم، عقلية عند الشعب مش في الكتاب المقدس نفسه، لما بقول لك شو بسموه الإبسال، شو هو الإبسال؟ بالعبري حرم، باليوناني أناثيما. شو الأناثيما؟ اللعنة يعني. اللعنة يعني تدخل على بلد اللي هو عبارة عن غزوات عبرانية، تقتل الرجال، تسبي النساء والأطفال. معناه السبي هي صار مسموح، مع انه سرقه، مع انه زنا بعيد منكم، صح ولا لا؟ هل هذا الشيء نجده في الشريعه المسيحيه؟ لا، ولا تحت اي ظرف من الظروف ما بحق لك تقتل، ولا تحت اي ظرف من الظروف ما بحق لك تستعبد حدا، ولا تحت اي ظرف من الظروف ما بحق لك تسلب حدا. واليهود حتى قال يتقيدوا في قصة لا تسرق، شو عملوا؟ قال لك ممتلكات الوثنيين هاي إذا بدنا ناخذها بتنجسنا فخلينا نحرقها. هلا لساتكم قاعدين زي أبو الشيء الأخير اللي بدي أحكيه، مع أنكم قاعدين زي أبو قاسم بياع الخيار، لا إلي ولا علي. ماذا نقرأ في التلمود؟ شوف ماذا نقرأ البلاوي اللي في التلمود. يقول لك إذا اقترض يهودي من جوي، يعني من غير يهودي شيئا. طب لما أنت بتقترض إشي من البشر شو لازم تعمل؟ لازم ترجعه. إذا اقترض يهودي شيئا من غوي ورده له، ارتكب اليهودي خطيئة كبيرة. إذا وين رجعنا هون؟ صار في اعوجاج الضمير. ولمح سيدنا يسوع المسيح على الضمير الأعوج وين؟ قالهم ستأتي ساعة يتوهم فيها الذين يقتلونكم أنهم يقربون لله ذبيحة. شايف وين؟ إذا نحن بحاجة مش بس إلى الضمير، خلينا نقولها بصراحة، نحن بحاجة إلى الفكر المسيحي. هي موجود هون خصوصا في إنجيل يوحنا فصل 8، تذكروا إنجيل يوحنا فصل 8 الأولى وتابع، عندما أحضروا ليسوع امرأة أخذت في، وشو قالوا له؟ مستعدين إنه إيه؟ طيب الله قال لا تقتل، كيف بصير رجم الزنا؟ يعني انت صرت تنزع حياة الانسان مع انه الله يعطيها. شو قال لهم يسوع؟ من كان منكم بلا خطيئة فيرجمها بحجر. ليش رفض يسوع هذا المبدأ؟ لانه وصية الله مطلقة، مش لازم البشر يعملوها ايش؟ نسبية. وهذا اللي بنلاقيه في التلمود. في التلمود زي ما قال لي واحد حاخام، تعرف الله عمى ضوه في الليل فكرني لا سمح الله يهودي، تعرف الله عمى قماره بالمرة. شوف شو بقول لي، بقول لي احنا اللي بتطلع على واحدة من نسواننا بنفرمه فرن،
قلت له أنا بس يحق لنا إحنا يعني نتسلى على نسوان الجويم. قال لي طبعا. وأتريته الكلام ده موجود في التلمود، موجود في التلمود. يحق لليهودي أن يلهو بنساء الجويم ويحكم بالإعدام على الجوي، يعني الوثني الذي يتحرش باليهودية. وشكرا أخ سالم.